هلو واضح، انا يوسف صوما، عمري 22 سنه، انا مصري لبناني، اخذت بيت ببيروت، بتعلم بالجامعه الامريكيه للعلوم والتكنولوجيا. من انا وصغير كنت دائما احس حالي ديفرنت عن الاولاد التانيين باكثر من نطاق، بس اكثر شيء كان حسه او شوفه او كان واضح هو لوني. كنت دائما هيدا الصبي اللي اغمق من كل التلاميذ، كنت دائما يكون موجود بالصف وكل التلاميذ يطلعوا فيه ويقولوا انت ليه اسود هالقد؟ لحد ما وصلت لمرحله صرت اجيب الجامات او المحايه واقعد محي حالي بهدف اني شو صير افتح. It messes with you. يعني بصير الصبي مثلا انا كنت اقعد بالبيت بيني وبين حالي براسي اقعد افكر انه طب اذا هلا انا بمحي كثير بصير افتح they would love me. اخطر شيء انه يجرب يقتل حاله او يجرب يكره حاله، وانا وصلت لهالمرحله. بس الحمد لله ايماني بالله، وبرجع بقول لك امي هي كان دائما تقول لي انه لا مش هيك الخبريه بتخلص. هيدي كانت اذا بدك اول ستيب لإلي لتزيد ثقتي بحالي بشكل من الاشكال. فهيدي كانت اذا بدك مش تيرنينج بوينت، بس كانت اول ستيب لصير انا عم شوف حالي غير. صار شغلي الاساسي هو عرض الازياء بطريقه سريعه، بعمل فيها مصاري مع جماعتي، وانا هيدا الشيء بحبه، برتاح قدام الكاميرا. بس وصلت لمرحلة انه انا بدي اكون شخص مسموع مش منشاف. سو اذا بدك انا هلا بحب اكون ادفوكيت لهدول القصص، ودائما كل ما يكون في بلاتفورم اني اطلع احكي عن التنمر بطلع وبحكي وحضل احكي. كل العالم فيها تجمل حالها من برا، وهيدا صار المين جول تبع هيدا الجيل. يعني مستعدة تدفع $30 لجيبي ابلكيشن تعملي فيها تيون لجسمك ووجهك او جسمك ووجهك، بس ما بتروح $30 عند سيكولوج تعالج العقد النفسي اللي عم تخليك تأذي العالم غيرك. تعلم ابنك يعطي حب للي حواليه او يعطي اهتمام للي حواليه، هيدا شيء كتير اساسي وكي. سو مش ضروري انا ابني والله يتنمر عليه لابني يكون ضد التنمر. لازم انا ربي ابني بمبدا انه لما تشوف حدا عم يأذي حدا بيزد على شكله، دينه، لونه، بيته، دمعه، مصاري، شو الشوز تبعه، طلع فيه، ودائما يكون عندك تركيز انه اهم شيء بالشخص اللي بوجهك هو قلبه.